هذه المسابقة تأتي ضمن ذكرى الإسراء والمعراج. أردنا من خلال هذه المسابقة أن يطلع الأهالي على 40 الفلسطينية الخاصة بالأحاديث النبوية الشريفة عن أرض فلسطين وعن المسجد الأقصى، حتى يطلعوا ويكونوا على دراية بما ورد من أحاديث شريفة حول المسجد الأقصى ومكانة المسجد الأقصى ومكانة فلسطين وفضل الرباط في هذه الأرض المباركة. أشارك بمسابقة لحفظ الأحاديث 40 الفلسطينية، هي وثيقة نبوية تؤكد على ارتباط رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة السماء بالأرض في أول الزمان وآخره ووسطه، وتؤكد على ما نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بالأحداث التي نلاحظها اليوم في وقتنا الحاضر وما حدث في الماضي والتي سيحدث في المستقبل.